رياح محلية قوية وأتربة وغبار في البادية ودرجات الحرارة تنخفض ليلاً. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء ربيعية لطيفة في عامة مناطق المملكة، وبالنظر إلى درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نجد أن درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال ساعات النهار، ولكن السمة الأبرز هنا أنه سيكون هنالك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة مع ساعات المساء لتصبح الأجواء باردة في عامة مناطق المملكة. وبالانتقال لدرجة الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، تكون الأجواء غالبا صافية وتصل درجة الحرارة إلى 9 درجات مئوية وسرعة الرياح إلى 15 كيلومتر في الساعة. بالانتقال إلى 3 أيام القادمة نجد أن درجات الحرارة نهارا تكون ما بين 21 و 25 درجة مئوية، ولكن يوم الاثنين متوقع أن يكون هنالك رياح شديدة نوعا ما. أما في ساعات المساء فتنخفض درجات الحرارة لتصبح ما بين 9 درجات إلى 13 درجة مئوية، لذلك نود التنبيه عن وجود معطف خفيف دائما معنا في ساعات المساء للفرق بين درجات الحرارة بين النهار والليل. ننتقل سوية لمشاهدة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، نبدأها شمالا من إربد، درجة الحرارة تكون من 23 إلى 14، في المفرق من 25 إلى 12، جرش من 26 إلى 14، عجلون من 23 إلى 13 درجة مئوية. بالانتقال إلى الوسط فالزرقاء 25 إلى 13، الأجواء غالبا صافية في عامة مناطق الوسط في المملكة، عمان من 22 إلى 13 درجة، في البحر الميت من 30 إلى 19، في مادبة من 23 إلى 11، والبلقاء من 22 إلى 13 درجة مئوية. في الكرك 24 إلى 14، في الطفيلة من 22 إلى 14، في معان من 27 إلى 12 درجة، في الشرى من 21 إلى 13 درجة، وفي العقبة خيرا من 33 إلى 21 درجة مئوية. بالانتقال لمناطق الشرقية، في الرويشد من 26 إلى 13، الصفاوي من 27 إلى 13، في الأزرق من 28 إلى 13 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز التحديثات الجوية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.